وصباح النوم البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير و 5 5 كيما العاده. اليوم معاه فيديو جديد. المهم صراحه رجعنا من السفر، بصراحه ما سخيناش بداك لوطيل لحقاش كان واعر اذن اندلس. صراحه غنعاود نرجع ليه ان شاء الله انا وإلهام ووليداتنا كاملين. صراحه يعني الجو فيه زوين، ما كتسخيش بيه فريمون، زوين 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 بزاف ومنظم ونقي، وفيه داكشي كاع اللي غادي تحتاجي، يعني ما تحتاجيش تدوري وتخرجي وداكشي. المهم جينا يلاه البارح، دابا هادي اختكم 8:21 دقيقة، يعني 8:30. المهم ناط دابا انا شادة الطريق لكازا انا وحمد. المهم طوموبيلتو هي قدامي وانا في طوموبيلتي، علاش؟ حيت غنمشيو لايكيا. كما كنقولوا التحضيرات الاخيرة ان شاء الله باذن الله. دابا حنا في ستاسيون، واش غادي ندير؟ واش غادي نديروا المازوط؟ المهم كما قلت لكم البنات، التحضيرات ديال ايكيا الاخرى، يعني داكشي اللي خاصنا، الكوزينه، لي فيوز البنات، البيوت البنات، المهم لي ديتاي بحال هكا، بزاف ديال الحويجات، دوك لي طابي ديال الحمامات، فويطات، المهم هداكشي اللي زعما صافي باش ان شاء الله باذن الله نرحلو. احمد كيقول السيمانه اللي مور هذه ان شاء الله باذن الله، وشوف ربي شنو قال. المهم كلشي واجد، الحمامات، التواليطات، لاصقين، البيبان، كلشي زعما الامور الحمد لله تقادات، خص غير هاد اللعيبات هادو ولابيسين راه كيتعاود. المهم غنشدو الطريق لكازا وغنديوكم معانا، وهانتوما معانا. وخا صراحه صبحت فاشله ولكن ما عندي ما ندير. البنات اللي كيقولوا لي واديك الهبيله وحاولي على راسك ورا الحماله هادي ورا هادي، عطي الراحه راسك دابا في الاول. اين راحه؟ مايمكنش مايمكنش نعطي الراحه راسي، حيت انا وراجلي كلشي كنديرو حنا بيدينا بكل صراحه، وحنا انا وراجلي يعني من يوم ليومنا معتمدين على راسنا. علاش؟ ويلي ما داين جوج طوموبيلات، حيت لي بلاكار لي باغي ياخد احمد البنات، لي بيبليوتيك وداكشي، خاص جوج طوموبيلات، ما غاتهزش في طوموبيله وحده. المهم حنا باقيين بلا فطور. انا متاكده بزاف ديال البنات غيبقاو يقولوا لي واديك الهبيله وراكي حامله وقلتي شويه الله وراه صعيب عليك هكا تسوقي، يعني صعيب عليك تشدي الطريق من مدينه لمدينه. فكنبغي نقول لكم يعني انا وراجلي مولفين سبحان الله من صغرنا، يعني من لاج ديال انا 17 وهو 22، مولفين كلشي نديروه بيدينا، ما كنعتمدوا على حتى شي حد. اي حاجه كنديروها حنا كما تيقولوا مولفين التومه، مولفين الجريوه، مولفين التومه، يعني مولفين حنا نديروا بزاف الحوايج، مولفين يعني متاملين على راسنا في اي حاجه حنا كنديروها. ما تبقاوش تبقاو جالسين، ما نقدروش والله ما نقدروش. وجبنا جوج طوموبيلات، راه قلت لكم علاش، حيت باغيين ناخذوا لي بلاكار وبزاف ديال الحوايج، فما يمكنش ان طوموبيله وحده باغا تعمر، ما يمكنش غاتعمر، ما غاتهزش. اصلا حتى الطوموبيلات الطوموبيلات حنا ما تتهزش، تبقى فين تهز فيها. هو المهم ماشي مشكل، احنا غاديين ان شاء الله باذن الله. قلت لهم ما كبغيتي، قلتي لي السيمانه لا السيمانه الاخرى نرحلوا ان شاء الله. عليك السلام. انا الصراحه قلت لي بشويه، يعني وحنا راه ما يمكنش ندخل عليها كاملة 100%، ماشي مشكل ندخلو ويبقى داكشي اللي بقى بسيط، راه حنا شوية. أنا قلت ليه الصراحة في كرسي، وقولوا لنا في الكومنتار شنو، أنا قلت ليه بلاتي باقي شي حاجة باغا نزيدها، بلاتي تنزيدها. وأنا عمرك تقتنعي؟ هو قال لي راه تقدي تسكني بعام عامين وباقا كتزيدي فيها، وباقا مرة مرة عجباتك شي حاجة هنا، مرة مرة بحال دابا مثلا حتى ساليت وقلت لي ما بقيتش بغيت داك الباربيكيو لتحت حيده، ايوا بيان سيغ غيتخدم غيتحيد غي، ايوا المهم الله يعطينا غير الصحة والسلامة، ما كلشي كيفوت. المهم غنفطرو
يموت الجوع. الناس غنبدا نبارطاجي معكم اول حاجه وهي هادو الصراحه زوينين بحال هكا لي رونجمون راكم عارفين بحال دابا الدريسينغ اللي دايرين حنا دايرين بليسات اللي غيكونوا فيهم هادو مثلا في الصيف كتحيدي الجواكت كطلعيهم في البرد كتحيدي او ثاني حوايج ديال الصيف كطلعيهم الفوق فزوينين خداهم احمد في الكحل ديت ربعه بركه بارك ديك الساعه الا خصنا حنا راه كنجيو ديما هنايا المهم ديك الساعه اي حاجه خديتها غنشاركها معكم. المهم بنات يلا ها قلت لكم يلا بديت كناخذ. المهم خديت هادو غادي ننظمهم في المجوره ديال الكوزينه بحال دابا هادي كل وحده يتحط فيها شي حاجه مثلا ستريبتات الكوزينه. المهم خديت منهم بزاف كما شفتوا وهادو خديت منهم اربعه. هادو بالنسبه للبنات اللي كانوا نصحوني قالوا لي اسماء فاش تبغي تستفي المعنات راه كيتستفوا بواحد الطريقه الصراحه لقيتهم هنا وعجبوني خديت اربعه. هادي خديتها هادي راه حديد هادي خديتها ان شاء الله للجرده هكا الا بغينا نشربوا شي حاجه في الجرده. المهم البنات انا بيت بناتي الصراحه ما باغاش نوريهم ليهم شنو خديت لهم كلشي حتى نوجد لهم لي شومبر ديالهم بجوجهم ونقاد لهم على حقهم طريقهم وعاد نديرها لهم مفاجاه كل وحده تدخل لبيتها. بالنسبه للملك كتقول لك بغيت البينك وشنو احمد كتقول لا كتقول لك بينك وغوج كتقولوا بالفرنسي وبالانجلي بينك والغوج باغا قالت لك بيتها يكون فيها شي حاجه في الغوج كيعجبها هي اصلا لو غوج. بالنسبه للعزوبه ديالي سلومه باغا لو نوار قالت لك انا بغيت لو نوار بيتي في غوز بيبي و لو نوار. المهم دابا راكم عارفين النوامس راني ديجا مصاوباهم ليهم دابا بقاو ليهم غير لي كوافوز ادوات لي ماتيغ ديال هذا في الفن هذا ما عرف اللون ما عجبنيش شويه لا بيت شويه شو ما فهمتش انا هكا بعينيا كيبان لي هذا بيض على هذا هذا مات هذا يشد ليهم الوسخ هذا بخيه فهمتي هذا ما يشدش الوسخ يتمسح تقدر تمسحي صافي واخا. سلمى شوفي هذه واش زوينه بيتك هذه بحال شكل هكا فيها مجوره مثلا هذه ديري فيها لي اكسسوار ديالك وحده ديري فيها لي داكشي ديال البوندويات ديري فيها لي مونتر ديالك مثلا واش بغيتي لو روج جمالك ولا لو بلون؟ لا لو بلون موسخه تتوسخ روجي بينك. لاحظوا معايا البنات جايين حنا على ود الكوزينه وعلى ود شحال من حاجه الله يسمح لينا من الوالدين. بدينا بناتنا بلا شومبر ديال بناتنا. المهم خدينا لهم لي بلاكا خدينا لهم كاع داكشي اللي غادي يحتاجوا. درت لايف مع سلمى ودرت لايف مع ملاك كل وحده شتها شنو عجبها. خدينا لهم هادو شوف هذا شحال فنشد احمد شد احمد انا قلت ليه بلاش ما تاخذ هاد الكبار غير الصغار قال لك لا غناخذ الكبير والصغير. قلت ليه واخذ الملك الصغير وسلمى الكبير قال لك لا خصني اللي خديتو الملك ناخذو لسلمى واللي خديتو لسلمى ناخذو الملك. المهم خدينا لهم بحال بحال. المهم هادو الزريبيات المهم بزاف ديال الحوايج اللي الصراحه انا دابا كنتخيل بيت بناتي بجوجهم غيطلع شي حاجه طوب. بالنسبه للصراحه الديكوراسيون ديال بيت البنات ماشي بحال بحال كل وحده الديكور ديالها في ستيل اللي هي باغا ولا حسب لاج ديالها حيت لاج ديال سلمى ماشي هو لاج مالك ولكن شي حاجه طوب. احمد انت كي جاك داكشي غادي تيجي كيبان خلنا الصح والمعقول. هذه ديال العدس هذه ديال اللوبيا هذه ديال الرز هذه ديال سميتو لي بات
نامي 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 دخلت لبلاصة الموان وليت كلي كنتبعد كلي عتي كنتبعد اختي. شوفوا شوفوا هاد الباك هذا دابا هذا ماشي زوينه البنات هانتوما شوفوا هاد مثلا في واحد الكريبي كيحمقوا هذا احمد لي بات مثلا البنات بلاصوص شوفوا شحال فيها من بياسة وغير 299 والله حتى زوينه احمد دابا كاين لا كلهم نفس اللون خصنا نقول ها هما ما باينين فنين شوف شوف احمد رد معايا البل هادو هاد اللعيبات هادو الى لقيت منهم الله يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي هادشي ديالنا ديال البلاد شوف 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 هادشي كيحمق الله مشكل احمد ما غيخلينيش لحقاش كيدير غوت قالك عندك شوفي هاد القريعه هانتي الدجاج كتحمق غزالين هادشي المهم ضروري اختي لنا خدمة ما يمكنش المهم هادوك اللي وريتكم قبيله واحد الكري بارد دابا لقيت كري فونسي ما نكذبش عليكم حمقوني حمقوني غزالين انا دابا كنقلب على لي طاس في البلون ما عنديش لي طاس كبار ديال القهوه في البلون كنقلب عليهم المهم ها هما اللي خديت كما قلت لكم واحد الكري بارد هذا كيبان بلون كاسي ولكن لا كري بارد وهذا كري مخلوق المهم زدنا شاريو واحد اخر حيت تقال على احمد هذاك نبي اختي المعان شكون بحالي كنموت اختي على المعان والقجقج هادشي هذا ما نكرهش المشكله قال لي احمد غتعمريها او ماي جاد ضروري هادو الصالون احمد عرفتي هادو شنو ندير فيهم في الصالون بغيتي نمشي للدار الواردو بغيتي نمشي للدار هاك هاك شوف هذاك اللوين ام احسن ولكن هذاك ما فيهش صغيورين هذا السيل هو زوين انا هذا يعجبني دابا في الداسه يتحط في الداسه بحال هكا الجريده ولا شنو هذا الملف ديتي هذا الصالون هادو خديتهم من الصالون خذ الطابه تاع اخرين تاع شوفي هذا الموان هذا شنو نديرو فيه هنا زوين زوين تاهو لا ما غنشريش الماعن لا كنقول احمد لا ما غنشريش الماعن كنوعدك ما غنشريش اخويا الماعن زدت حتى لو نوار فيه ما عندي ما عندي ما اختي كنتشهى هذا الشيء هذا وهادو خلاص هادو خديت منهم الصالون واحمد كيبغي فيهم مثلا هكا في الصباح نحط ليه وحده فيها الجبان وحده فيها الفريما الفرماج كيجيو زوينين سعيتي هذا يلا واخا هاد الكويسات البنات كنا في لوطيل حمقوا سلمى وملاك كيشربوا فيهم كيعجبوهم ودابا قال لي احمد ياخذهم اليوم هكا يعني نبقى نحطهم اليوم فيهم العصير ولا شي حاجه المهم انا اي حاجه البنات كناخذ منها 12 يعني كناخذ 12 الحبه راكم عارفين ما يمكنش تاخذي غير 6 ولكن بالنسبه للطاس خديت هكا خديت كتاب راكم عارفين ما عنديش كاع لي طاس انا وخاصني لي طاس دونك خديتهم هكا وخديت هادو البنات مشيت في نفس هاد الدهم هذا خديت هادو غنحتاجهم هادشي هاد الطباب هادي ديال شي حاجه اللي بغيتي تمعكيها تمعكيها بهذا المعنى هادي ديال لا بيوري صراحه اول مره نشوفها ولكن واعره انا نوريها لها اسمح لي يا احمد عافاك صراحه حيت عجباتني ها هي ها هي كديري فيها بطاطا مسلوقه وكتعج هكا يعني ساهله دابا هكا ديري فيها شويه الزبده شويه ديال الفرماج هي واجده لوليداتك صراحه حمقني هادشي كاين ديال العود البنات اللي غيبغيو العود وكاين هادو بالنسبه لي انا هكا اختاريت حسن والله البنات يعني أبغ الجمالية ديال هاد لوكوان كاين الريحة اللي هي واعرة واحد الريحة بعدا اللي واعرة ديال الكصب شوفوا أحمد راه هاز مسكين هادي وأنا هازة هاديك واحد الريحة اللي خطيرة أنا أصلا من المحبين ديال هادشي تقليدي ديالنا الكصاب هاد الشبيكات هادو هادشي اللي كيعجبني هادي ضروري ناخدها هادي هادي كتعجبني شوفوا هادو شو احمد كيعاوني اييه حمامنا بلانكس باغا هنا في هاد لاكولور هادي زوينه شوفي هادي فيها ثلاثه هاكا احمد حط ليا هادي صافي هادي برك
واعرين ريحه واعره. هادشي غزال ما شاء الله. المهم بنات جا دابا وقت الصح والمعقول صراحه. احمد اللي مكلف بداك الشيء لي بلاكار وداك الشيء حيت انا ما قداش نهز وصافي. بدات كتجيني الدوخه بديت كنسخف باش نجيكم الصراحه. المهم هذاك الشيء كاع اللي خضره جينا لهنا كنهزوه بالنسبه للبلاكارات وداك الشيء حيت الصراحه عييت صافي ضغط. المهم هذا الشابيو ديالي ما هو الشابيو تاع احمد وهادو ما عرف شكون اللي جابهم لينا. غنمشي ونعاودو نرجعو ولا شي حاجه بحال هكا. صافي عندنا تقاضيت عتي زيت كرسي من هاد الكراسه وجلس عليه حيت الصراحه صافي سخفت. احمد مسكين شاد النوبه وانا ها هما لي شابيو ديالي بجوج شاده ليهم تاهما النوبه داكشي اللي تقطينا. المهم دابا هادشي يعني التعب راه ما سالاش هنا. التعب عاد بدا عاد خصنا نمشيو للدار. خص احمد مسكين كاع هاد لي بلاكار يصاوبهم وكل حاجه في بليستها كل حاجه بالنسبه للكوزينه. انا نتول عاوتاني داك المعنات المسائل. المهم كاينه تمام اختي ونطلب الله يعاوننا ان شاء الله باذن الله. الرحيل ما ساهلش ما ساهلش نهائيا ولكن جدي انا كنقول ليه بلاتي علينا بشويه علينا هو اللي باغي يرحل في اقرب وقت. قلت صافي زعما الدار ما شاء الله واجده كلشي واجد علاش غنبقاو نتعطلو كثر. ايوا المهم خليت هادو زوينين هاد الناس هاد لي زون دابا نشاركهم معاكم نسلمو مالك فنين وبغي زعما التواب ديالهم زوينين طالع عظيم التواب ديالهم زوين. احمد مسكين عيا شوال بنات لي زور اللي قلت لكم قبيله خديت منهم بزاف علاش لحقاش راكم عارفين البنيتات كيوسخوا وخديت البيض يعني البيض انا متاكده غيبقى يتوسخ بزاف. هادو خديتهم بلاستيكات يعني اللي كيتلمطوا ما خديتش باش كتغطي حيت صراحه باش كتغطي ديجا واخده اللي عندي. مهم هما هادو ديال باش كتلاستيكات يعني باش الناموسيه كتبقى نقيقيه وصافي. يا ربي دابا كل واحد غيبدا يسكر. اوبس معليش معليش احمد والله يحسن العوان ما يمكنش ليك. هذا واحد ضربات الكنجليك عندك. هذا واحد الطابلو خديناه الملك ما عرفتش تهرسات لا ما تهرساتش. المهم كما شفتوا كل واحد غادي يحط حاجه. واش تقصحتي احمد شويه عليك. كل واحد غيحط شي يحط في طوموبيلته باش هكا حيت انا قلت لكم في الاول الطوموبيلة وحده ما كافياش. المهم البنات ثلاثه العشيه هادي باقيين بلا غدا واحمد ما لقاش شي حوايج هنايا قال لي خصني نمشي لكتايا. انا صباح صافي سخفتي خصني نتغدى. قلت لي خصني نتغدى بعدا سي احمد هاول عليا. المهم غنمشي نتغدى في كتايا ويدخل يشوف هو الحوايج اللي ما لقاوهمش هنايا يخدم تما. غنمشي المهم ضروري المراه غتعاوني باش نجيكم بالصراحه حيت ما نقدش انني هادشي كله نستفو على يدي. واخا صراحه انا باغا انا نستف على يدي وانا ننظم على يدي. بغي يزيد وانا خايفه لا تطيح لي. هاي عندي كيسولني فين هي البابير. المهم هو سايق قدامي واحد الحرارة اللي ما نقولش ليك. انت الاول انت هو الاول وكنتبعو الشمس اختي لا كليم والو ما بقى لي حتى حاجه حيت الطوموبيل كانت في الشمس.
المهم انا كنبارطاجي معاكم داكشي كيف العاده، يعني دقه دقه كلشي حاضرين ليه، كلشي معايا، كلشي هذا هادشي اللي كاين البنات. المهم ما قلت لكم الرحيل ماشي سهل، وباش توجدي من جديد ماشي سهله، وبالعكس انا كنحاول ما امكن انني بزاف الحوايج نحيدهم عليا باش ما نعياش اختي. راني عييت وزيده وزيده صاحبي، بس خفنا ايوا دعيو معايا الناس اللي كتبغيني يا الحبيبه، دعي معايا ودعوا تابعين غير بعين ومستجابه. نتوما تبارك الله جوجت المليون، دعواتكم مغرقيني، الله يحفظكم ليا وبيكم انا كاينه وبيكم غنبقى، وبفضلكم بعد الله سبحانه وتعالى وصلت بزاف ديال الحوايج، نتوما تاج فوق راسي، الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. دعواتكم دعواتكم ان شاء الله، المهم ان شاء الله باذن الله كنوعدكم السيمانه اللي من بعد من هذه غادي ندير ان شاء الله جنس الجنين، والله يعطيكم الستر. دعوا معايا يا ربي بصوره مكموله وبالفكاكه على خير، شي وليدي لا بغى الله سبحانه وتعالى، ما بغاش حتى البنيتات، راه البنات حبابات، البنات غزالات، شوفي غير حنايا البنات كيفاش، البنات اختي زوينات، حمد تيقول لي البنيتات زوينات اختي كيحنوا، صراحه البنيتات زوينات، البنات غزالات، يعني ثلاثه البنات راه ما شاء الله، راه يوليو عزيبات، يوليو كل وحده بدويرتها، راه داكشي اللي كتبغي اي ام. ايوا وي سي حمد يولي سميت داك المسلسل والله ما عرفتش اللي داز في رمضان، المهم ابو البنات شي حاجه، ابو البنات ايوا الحمد لله. الله يحفظهم لينا، الله يعطينا صحيحتنا باش نكونوا معاهم، والله يخليهم لينا، والله يخلينا ليهم حتى حنايا، باش نلبيو ليهم كاع داكشي اللي باغيين، ونوفروا ليهم داكشي اللي بالاستطاعه ديالنا، الله يخليهم لينا والله يحفظهم لينا. وهانتوما معايا وليت شي سخفانه دو 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 دو، ما كون كنتي ما سخفاناش كون كنت سكتي اختي، انا ما كنسكتش، انا عزيز عليا الهضره وعزيز عليا بلاني وعزيز عليا النظار. شو حمد البنات اليوم شوفوا قال لك داير لا صال وفيجيم، اش من ريجيم، شوفوا انا مسكينه ها هادي نوقف اللي في ديبلاصه النهار كامل ما تيبقاش عندك ريجيم لا حتى حاجه تتولي غير باغي غير تاكل، بصح سخفنا سخفنا مشى الحال. واهلا البنات، المهم مشينا من بعد ما تغدينا، صراحه طفى لي التليفون ولكن كنا صافي دخلنا الكيتايا، يعني ما عنديش كيفاش نخرج وداكشي، ويا هذيك اش نقول لكم، عييت ساليت شحال السعاده دابا هادي 6 وثلث، تخيلوا من 8 وشي حاجه الصباح ل 6 وثلث وانا باقي صايقه، ماشي سهله. المهم محمد قدامي، حنا غاديين دابا، بقات لنا شي ثلث ساعه ان شاء الله نكونوا في قنيطره، هادشي كلشي غنديوه للدار ان شاء الله جديده نحطوه، ما غنستفش كلشي حيت باش ما نجيكمش الصراحه، ما غنستفش كلشي حيت ما قداش، غير غنحط داكشي تما وصافي. وهانتوما معايا والحمد لله دازا النهار على خير وبخير، خدينا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج لقيناهم مزيونين، الموديلات ديال شي حوايج اللي كنا كنقلبو عليهم لقيناهم. المهم ديك الساعه ان شاء الله فاش غادي نبدا نصاوب كل بيت صافي، ننظم كل بيت غنبارطاجي معكم هذاك الشيء.